وصل المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعماله بعقد جلسة عمل ناقشت الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة. وتضمنت الجلسة التي أدارها سعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تضمنت 4 أوراق عمل هي تفعيل القوانين ودور السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ودور القطاع الخاص. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. خرج اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية بجملة من التوصيات، من بينها ضرورة الإسراع بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين الخاصة بالمرأة والأسرة وتفعيل دور مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار، إضافة إلى تعزيز حضور المرأة في القطاع الخاص. الخدمات القانونية التي تقدم للمرأة وهي تصب في مصاب التوعية القانونية للمرأة بحقوقها وبالخدمات التي تتلقاها من الدولة ومن القطاع الخاص في موضوع ما هو حق لها وما هو خدمة تقدم للمرأة في المجال القانوني والعدلي. القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة كانت أولى أوراق العمل المقدمة في ثاني أيام المؤتمر، وقد تطرقت إلى تأثير عدم إصدار القرارات التنفيذية أو تأخر إصدارها على نفاذ القانون، وبالتالي التأثير على الخدمات التي توفرها هذه القوانين للشرائح الموجهة لهم ومنهم المرأة. الورقة اللي قدمتها اليوم تتعلق بأثر القرارات التنفيذية على الخدمات المقدمة للمرأة. الورقة تضمنت تحديد مفهوم القرارات التنفيذية والأداة القانونية التي تصدر بها هذه القرارات في مملكة البحرين، هي تصدر بمرسوم من قبل جلالة الملك ورئيس الوزراء أو تصدر بأداة أدنى من المرسوم يحددها القانون المراد تنفيذه، وتكلمت عن خصائص هذه القرارات وأهميتها بأنها تساعد في تنفيذ القوانين وتكمل النقص الذي يكون موجود في القانون. الورقة الثانية حملت عنوان أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية، وقد طرحت موضوع الرقابة البرلمانية على الخدمات القانونية المقدمة للمرأة كمسؤولية وواجب يقع ضمن مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس النواب وفق المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين. فيما جاءت الورقة الثالثة لتركز على مفهوم الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، وذلك من خلال تسليط الضوء على مجالات عمل الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية والفئات المستفيدة والتمويل، ليتم التطرق بعد ذلك إلى دور القطاع الخاص في مملكة البحرين في مساندة ورفع جودة الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة للمرأة. دور القطاع الخاص دور جداً مهم. طبعاً الخدمات القانونية اللي يقدمها للقطاع الخاص للمرأة هي واضحة وصريحة، وهي التزامات قانونية في مسألة العمل وكذا، ولكن هي البوينت المهم كان في الورقة هي الخدمات الاجتماعية اللي المفترض ان القطاع الخاص يقدمها بشكل عام وبشكل خصوصي، يراعي فيها احتياجات المرأة لما يقدم البرامج المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية. يذكر أن ختام المؤتمر سيكون عبر جلسة نقاشية تستعرض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة البحرين، إضافة إلى توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.